وللمزيد من الطرح تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان. سعادتك مرحبا بك معنا. يا اهلا وسهلا اختي. بداية نود أن نتعرف على أهمية جزيرة صيربونعير. مسي عليك ومسي على المشاهدين. تعتبر جزيرة صيربونعير من أجمل الجزر الموجودة عندنا في دولة الإمارات، وهي أول محمية طبيعية تم إنشائها من قبل سمو الحاكم حفظه الله في سنة 2000 بمرسوم أميري رقم 25. فتتميز مثل ما ذكرت لك بأجمل محمية طبيعية لأن تم إعادة تأهيلها عبر السنوات الماضية، وبالتالي حاليا فيها تنوع فطري وحيوي هائل جدا. ساعتك ما هي أبرز فعاليات المهرجان هذا العام؟ هذا العام احنا كل مع نهاية كل مهرجان يتم تقييم المهرجان ووضع التوصيات المناسبة، ففي هذا العام إن شاء الله بيكون مهرجان على مدة يومين، يبدأ إن شاء الله يوم الخميس المقبل 19 مايو و20 مايو يوم الجمعة لمدة يومين. في فعاليات كثيرة تشترك فيها عدة مؤسسات، من أهمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ومعهد الشارقة للتراث والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومؤسسة الشارقة أيضا للإعلام، وأيضا إدارة المتاحف عن طريق مربى الشارقة للأحياء المائية اللي نطلق معاه إن شاء الله بالتعاون معاه ومع الصندوق العالمي لصون الطبيعة السلاحف الخضراء. نعم، جزيرة صيربونعير تحظى بمكانة دولية، نود أن نتعرف على هذه المكانة. بما أنها هي أقدم محمية وأول محمية عندنا في إمارة الشارقة وتم إعادة تأهيلها عبر السنوات الماضية، فأهلها هذا أن تنضم إلى اتفاقيات دولية، من أهمها هي أول موقع طبيعي لليونسكو في القائمة التمهيدية لدولة الإمارات. أيضا هي في اتفاقية دولية أخرى وهي اتفاقية رامسار الأراضي الرطبة، وأيضا العام الماضي أيضا تم انضمامها كعضو في المعاهدة الدولية لحماية السلاحف البحرية. وبالتالي أيضا جزيرة صيربونعير دائما فيها أشياء مش مكتشفة، ونتيجة للمسوحات الأعوام السابقة اكتشفنا 7 أنواع من المراجين المهددة بالانقراض، وأيضا بعض عندنا أسماك الشعاب المرجانية اللي مش موجودة في الخليج العربي ولكن وجدت بكثرة حوالي الجزيرة. نعم، ما هي أهم مكونات الجزيرة ودوركم في الحفاظ عليها؟ الجزيرة متنوعة في التنوع الحيوي، مثل ما ذكرت لك فيها حيد مرجاني يعتبر من أغنى الحيود المرجانية مقارنة بالجزر الموجودة عندنا في دولة الإمارات. أيضا وجود أعداد كبيرة وكميات كبيرة من الأسماك حوالي الجزيرة، لأنها مثل ما ذكرت لك هي منطقة لتوالد الأسماك وهي محمية طبيعية. أيضا في الجانب في الجهة المقابلة اليابسة وجود أيضا حفريات، هذه الحفريات عمرها أكثر من 70 مليون سنة تقريبا، وتعتبر أيضا جزيرة صيربونعير أحد القباب الملحية الموجودة عندنا في الخليج العربي، نشأت قبل 6 مليون سنة تقريبا. أيضا وجود الحفريات الموجودة، وجود أيضا يعني الأشياء كثيرة صراحة، منها الطيور المستوطنة في الجزيرة مثل طير الخرشنة وطير النورس الأسخم، ويعتبر من التعداد العالمي الموجود عندنا في دولة الإمارات أيضا. نعم، جهود طيبة، نتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله. عبر الهاتف كانت معنا سعادة هنا السيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان. شكرا لك على هذه الإفادة.